وحول ذلك الانقطاع يلتحق بنا من دبي عبر زوم المهندس أيمن عيتاني الخبير في تكنولوجيا المعلومات والاستراتيجية التقنية. مهندس أهلا وسهلا بك معنا. بداية، ما هو تقييمك للأسباب التي صرحت بها شركة فيسبوك عن سبب هذا الانقطاع؟ نحن بنحكي عن عائلة فيسبوك، هي العائلة الكبيرة، فيسبوك تطبيق الأزرق، واتساب وإنستغرام وركبيس وغيرها. وعلى عدد كبير من السنوات هانية اشتغلت فيسبوك ليكون في عندها بنية أساسية موحدة لهذه الخدمات، لحتى يكون في خاصيات جديدة تجي على واتساب مثلا توصل على إنستغرام وفيسبوك وغيرها، وأكيد فيها توفر مصاري فيسبوك بهذا الموضوع ويكون في خدمات أفضل وأسرع. هلا لما يصير في مشكله تقنيه مثل اللي صارت معنا من كم ساعه، عم بتاثر على هيدي العائله بطريقه كامله. نعم. والمشكله التقنيه اللي صارت هو ما قدروا هاني يوصلوا ناس على هيدي الخدمه، لانه الانترنت في شيء بيعدلها اسمه دي ان اس وبي جي بي، اللي هو بطريقه بسيطه هو خريطه الانترنت. اذا انا بدي استعمل خاصيه فيسبوك بدي اوصل، كيف بدي استعمل خريطه لاوصل على هالمكان؟ هيدي الخريطه بتتحدث يوميا، بيكون في سرعه منيحه لاستخدامنا للخدمه، وهيدي الخريطه تحديثها كان خاطئ وعمل هيدي المشكله. نعم. طيب، دعني اسالك عن نقطه مهمه، يعني واوردنا في الخبر ما تحدثت به الموظفه السابقه في شركه فيسبوك، واحدث ايضا رده فعل كبيره هناك في الولايات المتحده، والكونغرس ايضا سيستجوب هذه الموظفه في موضوع محدد. هل لهذا الامر علاقه بشكل او باخر بهذا الانقطاع، ام انه مستبعد تماما وليس له علاقه وهو محض صدفه فقط؟ بعيد هاني، لأنه المشكلة التقنية اللي صارت على هيدي كل الخدمات، حتى أثرت على خدمات ضمنية بفيسبوك، الموظفين كيف يوصلوا على مكتبهم وهذا، يعني كله بيأثر على موضوع تقني بحت، منه موضوع خاصه بالمشكلة العامة. طيب، إذا كان موضوع تقني بحت، هذا يعني بأننا من الممكن أن نعود ونعاني منه أيضا مرة أخرى. أكيد، يعني كمشاكل تقنية هاني هيدي طبيعية كتير، خاصة المؤسسات الهائلة مثل هيدي المؤسسات، ودائما فيها المشاكل التقنية عادة بتكون يعني على دقائق مش ساعات، وعادة بتكون على مناطق معينة ببلاد معينة مش على صعيد واسع مثل ما صار اليوم. يعني يلي صار من كم ساعة، خلينا كخريطة، إذا نحن عم صار خريطة لأوصل لمطعم المفروض يأخذني يمين، أخذني على طريق مسدود، هيدي الخريطة غلط وعملت هيدي المشكلة، وهالمشكلة التقنية بتصير هاني دائما، وبصير بتحصل بأفضل العيال، والعائلة هي عائلة فيسبوك اللي صارت معنا. طيب، لماذا هذه المشكلات التقنية التي تتحدث عنها بأنها طبيعية جدا، لماذا لم نكن نواجهها يعني في الماضي بشكل كبير وبهذه الطريقة؟ يعني اليوم مجرد ذاكرة بسيطة تقول لك بأن هناك أكثر من انقطاع حصل خلال الأربع أعوام فقط الماضية. هلا نحن بنستعملها للخدمه، دائما بيهمنا السرعه، يعني الصوره تكون منيحه سريعه، الفيديو يكون سريع، فهذا السرعه والخدمات الجديده بيتطلب تطوير يومي، وفي اوقات التطوير على ساعات، ليكون في دائما هذه الخدمه موجوده وسريعه كثير، ونحن بيهمنا كمستخدمين يكون عندنا يعني افضل سرعه، وتعرف يعني كل استعمال عم يكون لهذا الجهاز. فهذه التحديثات التقنيه بتحسن الامور، بس في ايام يلي عم تعمل هذه المشاكل، بس اسمنا استعملنا نحن هذه الخدمات هائل، يعني هي المشكله صارت اثرت عليك وعلي وعلى خالتي وعلى عمتي وعلى المؤسسات التجاريه وعلى المؤسسات الحكوميه، كله تاثر فيه، لانه عائله فيسبوك صار لها عائله هائله، فلما بصير في هالنوع من الخلل التقني كل الناس بتحكي فيه، لانه كل الناس لقيته وشفته. طيب، هذا له علاقة، يعني أنت في أكثر من مرة ذكرت بأن عائلة فيسبوك، هذا له علاقة في أن تحتكر شركة واحدة كل هذه التطبيقات؟ يعني اتجهنا كلنا لمثلا موقع تويتر استخدمنا، أو مثلا مواقع وتطبيقات أخرى، هل هذا له علاقة باحتكار فيسبوك لكل هذه التطبيقات؟ وأيضا موضوع الاحتكار كان له حديث كبير خلال العام الماضي والعام ما قبل الماضي. هل سؤالك محله، لأنه كل المؤسسات من عائلة فيسبوك أو تويتر أو يوتيوب أو غيرها من المؤسسات كلهم عم يتنافسوا على الوقت، الأشخاص مثلي ومثلك، انتباهنا وقتنا نحن عم نقضي، ودائما عم يحسنوا بخاصيته لنكون نحن عم نقضي وقت، يعني نكون يعطونا الفيديو الثاني والصورة الثانية اللي بعدها، لحتى نضل نحن ضمن هذا التطبيق ما نروح على تطبيق ثاني،
واللي صار هو لما وقفت هالتطبيقات نحن انتباهنا موجود ومستعدين نعطيه لغير مؤسسات. لما فيسبوك والعائله كلها وقفت رحنا على غير مؤسسات مثل تويتر ويوتيوب وتيك توك وغيرها. فهذا الانتباه اكثر شيء ناس كل المؤسسات هيدي التجاريه عم تتنافس عليه لانه في مردود هائل. طيب مهندس قبل ما اختم معك، احنا لسنا بمنأى عن اي عطل جديد قادم صحيح؟ صحيح. طيب شكرا جزيلا لك وبكل المهندس ايمن عيتاني الخبير في تكنولوجيا المعلومات والاستراتيجيه التقنيه من دبي، شكرا جزيلا لك.